السلام عليكم أعزائي الطلبة. محاضرتنا اليوم حول الـ NBSH والـ Arranging Pumps. اللي نقصد بالـ NBSH هو عبارة عن الفقاعات اللي تتكون في المضخات بسبب حركة العنفة. العنفة عندما تتحرك راح تسبب تخلخل بالضغط. هذا التخلخل بالضغط يجي نتيجة حركة العنفة، خاصة في انبوب السحب. تكون هذه الفقاعات راح يسبب ان مشاكل في المضخات. الفقاعات تتكون نتيجة تبخر السائل اللي يتم ضخه. مثل ما نعرف صفات السوائل تختلف عن الغازات، فهنا راح يتكون عندنا فد مائع كثافته تختلف، الفقاعات كثافتها تختلف، فعد ما تجي العنفة تضربها راح يسبب لنا مشاكل قد تؤدي إلى تلف هذه المضخات. فإحنا في حسابنا لازم نحسب حساب إنه ما نوصل إلى نقطة التكون البخار أو الفقاعات أو الكافيتيشن. هذه الكافيتيشن بابلز، فلازم قبل لا تتكون هذه نتلافاها. نشوف هذا الرسم التوضيحي، هذا عنفة وهذا اتجاه حركة العنفة، هاي اتجاهها. بظهرها هذا الظهر مالتها تتكون الفقاعات، تتكون الفقاعات تجويف. زين، هذا تكون الفقاعات باستمرارية راح يكون عندنا كمية من الغاز، كمية من بخار المائع. هذه الكمية تعتمد على عوامل، هسه راح نشوفها. اللي تلافي التكون هذه التجويف في المضخات يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار الضغط اللي متكون في المضخة في كل مكان، حتى لا يسوي لنا بخار للماء. لازم يكون عندنا الضغط في كل أجزاء المضخة أكبر من ضغط تكون بخار الماء. Above the vapor of the vapor pressure، يجب أن يكون عندنا الضغط أكبر من ضغط تبخر الماء. وحتى الضغط دائما، لأن المضخات هي عبارة عن أجهزة تعطينا ضغط للماء، الفقاعات او الكافيتيشن ما راح يتكون في الدفع، في جهة الدفع للمضخة. ليش؟ لانه غالبا الضغط هنا يكون ضغط عالي اكبر من ضغط تبخر الماء، فدائما يكون الضغط اقل في جهة السحب، اقل في جهة السحب. نت بوزيتيف سكشن هيد، هذا اللي احنا نذكره اختصارا NPSH، هذا النت بوزيتيف سكشن هيد. defined as different between the pump inlet suction stagnation pressure head and the vapor pressure head. هذه معادلته، ال NPSH يساوي لنا الضغط على الانلت مالت البامب، هذا سميناه ال P تقسيم الرو جي زائد في سكوير 2 جي
pump inlet ناقص PV على الرو جي. هذا PV هو الضغط البخار، ضغط تكون البخار. وهنا أيضا لازم نأخذ بنظر الاعتبار تصميم المصممين للمضخات أو المصنعين للمضخات يأخذون بنظر الاعتبار شلون يحصلون على كمية فلو من غير ما تكون عندنا هذه الكافيتيشن. وعندنا أيضا يعني يجب أن يزودنا المصنع بكيرف، هذا الكيرف لكل مضخة لكل مصنع عنده كيرف، فعند الهيد هنا الضغط وعندنا التصريف بالإكس أكسس، الهيد هنا عندما يكون التصريف قليل الهيد يكون عالي، وكل ما زاد كل ما زاد التصريف الفي دوت كل ما زيد عندنا احتمالية تكون الكافيتيشن أو النت بوزيتيف سكشن هيد. هذا شوف الكيرف مالته كل زيادة طردية مع التصريف، زيادة تصريف أو الفلو ريت زيادة طردية مع التصريف. بعدين احنا اكو فد مصطلح جديد ناخذه هو ال required NPSH. ال required يعني المطلوب نقصد به، هذه المعادلة نقوم بحسابها عدة مرات. إذا نريد نحسب لمضخة معينة نقوم بتغيير التصريف ونحسب الـ NPSH عدة مرات، راح يتكون عندنا هذا الكيرف، يتكون عندنا هذا الكيرف. The process is repeated at several other flow rates and the pump manufacturer then publish the performance parameter called the required net positive suction head defined as minimum NPSH necessary to avoid cavitation in the pump. ال required هو ال minimum المسموح به اللي ممكن بعده تتكون الكافيتيشن. ف ال شلون نقول هو الحد الادنى، الحد الادنى لل النت بوزيتيف سكشن هيد، من بعده راح تتكون عندنا الفقاعات، تتكون عندنا الكافيتيشن في المضخه على جهه السحب. شوف من ويانا الشباب حاضرين، اكو سؤال شي صوت واضح طلاب؟ نعم استاذ واضح. اوكي اوكي اكو سؤال، عندكم سؤال لحد لهنا؟ اوكي نستمر اذن. عادة مثل ما شفنا بالكيرف، هنا تشوفون بالكيرف الـ NPSH عادة أقل ب يعني أقل من الهيد اللي يسببه المضخة. المضخة قلنا تحول الطاقة الميكانيكية، تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية على شكل ضغط،
انزين الطاقة الحركية إلى انزين ضغط انزين في الماء. بس هذه عادة موجودة وين؟ ال H الكابيتال هذه موجودة على أنبوب الدفع للمضخة، وهذه ال MPSH موجودة على من؟ على أنبوب السحب، لأنه سحب هي. فعادة تكون الفرق بيناتهم واضح، ال H كابيتال ضغط كبير زين، وال NPSH الضغط مالته أقل بكثير. وأيضا ممكن أنه نعرف من صفات الموائع أنها تختلف في نقطة تبخرها، الماء إلى نقطة تبخر و هذه الصفات تختلف. إذا استخدمنا مثلا مضخة تضخ الكحول مثلا، أو مضخة أخرى تضخ الزيت، فنقطة التبخر للموائع مختلفة أيضا، ولذلك يجب أخذ نظر اعتبار نوع المائع لحساب الـ MPSH. هذه ملاحظة أيضا، الـ MPSH typically increases with the flow rate. الـ MPSH typically increase with flow rate، مثل ما شرحت قبل شوية. الـ MPSH شوف هنا العلاقة بيناتهم طردية، كل ما اتجهنا بزيادة الـ flow rate كل ما زاد الـ MPSH. وهذا أيضا although for some pumps it decreases with flow rate at low flow rate where the pump is not operated very efficiently as sketched in figure 1418. مثل ما نشوف هنا هي العلاقة مو خطية، نشوف هذا مثل الكيرف، هذا الكيرف هنا بداية تبدي في نقطة معينة، وعند ما تكون المضخة ما ماخذة كل ما واصلة إلى النقطة المثالية لعملها يكون عندنا مثل الكيرف. واضح إنه هذا كيرف زين مو خط مستقيم، فلذلك يكون عندنا ينخفض. نشوف هنا بدأ بانخفاض بعد ذلك صارت عندنا زيادة في الـ MPSH، هذا واضح ايضا في الكيرف والسبب لماذا. In order to ensure that a pump does not cavitate, the actual or available NPSH must be greater than NPSH required. اذا ردنا المضخة تشتغل بكفاءة يجب ان يكون عندنا وما تتكون الكافيتيشن فيها، يجب يكون عندنا الـ MPSH greater than MPSH required، أكبر من الحد الأدنى زين. وهذا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أولا الـ flow rate، يجب أن نعتبر flow rate and also the fluid temperature. Fluid temperature أيضا يؤثر على تكون البابلز زين، حيث أن الـ MPSH تعتمد على الـ temperature، تكون البخار يعتمد على درجة الحرارة، وطبعا الاحتكاك في المضخات يسبب حرارة، فيجب أن نأخذ بنظر الاعتبار أيضا درجة الحرارة.
هذا المخطط اللي على أساسه نختار الـ MPSH أو التصريف اللي ما يسبب لنا الكافيتيشن. شوفوا هذا الجانب، احنا عرفنا الـ MPSH required اللي يعطينا يا المصنع للمضخة، واحنا بدورنا راح نحسب الـ MPSH من خلال المعادلة اللي عندنا ذكرناها، وراح يتقاطعون في نقطة معينة، يتقاطعون في نقطة معينة، هذه النقطة كان يكون بها التصريف ماكس، هذا أكبر تصريف ممكن تأدي المضخة وما يصير عندنا كافيتيشن. بعده بزيادة التصريف راح يصير عندنا كافيتيشن، ولذلك يجب أن نتلافى. أشرحها من بداية، إحنا عندنا الـ MPSH required كيرف، هذا يعطينا يا المانيفاكتشرر المصنع للمضخة، زين، وبدورنا احنا نقوم بحساب الـ MPSH اللي المضخة اللي عندنا اعتمادا على من؟ اعتمادا على القراءات اللي ناخذها اللي بيها التصريف وبيها شنو؟ ايضا بيها اعتبار لدرجة الحرارة، اعتبار لدرجة الحرارة اللي جاية من خلال الاعتماد او معرفة البي في. البي في هو الضغط اللي ضغط البخار، زين. راح يصير عندنا كيرف اخر اللي الام بي اس اتش، احنا نسوي هذا الكيرف الاثنين راح يتقاطعون في نقطة، كان يكون هذه النقطة، نسقط هذه النقطة على المحور السيني، يتكون عندنا الفي ماكس. الفي ماكس هنا هي أعلى تصريف ممكن المضخة تعمل عليه، أعلى تصريف من قبل أن يتكون عندنا كافيتيشن، قبل أن يتكون عندنا كافيتيشن. هذه هي زبدة الموضوع. إذا عرفتوا أو عندكم سؤال ممكن تسألون. أسأل سؤال. تفضلي. إحنا عندنا الفرق بين الـ MPSH الريكوايرد. إي. هذه الـ MPSH الريكوايرد هذه تجهزها المصنع للمضخة. نستخدم المعادلة هذه اللي هاي نستخدمها حتى نحسب هذه القيمة، وهاي القيمة أيضا نحسبها عدة مرات اعتمادا على اختلاف التصاريف، يعني التصريف مثلا 1 متر مكعب، 2 متر مكعب، 3، وهكذا. زين شنو الفرق؟ وين الفرق؟ قصدي يعني لو استفدنا منهم حتى نقاطعهم على الكيرف، نقاطعهم تقاطع نسوي، ومن خلاله نعرف كمية التصريف الماكسيموم اللي من قبل لا يصير فيها كافيتيشن، لأنه الـ MPSH تعتمد على كمية التصريف، فلازم ما نتجاوز كمية التصريف وبعدها يصير عندنا كافيتيشن. القصد انه التصريف لا يزيد عن حد معين، وبعد هذا الحد راح يصير عندنا تكون هاي الفقاعات الكافيتيشن، ويصير عندنا مشاكل بالمضخة. هذا القصد من عنده. اوكي تمام، شكرا استاذ، هلا بك. هسه نجي المثال بسيط لهذا الموضوع. maximum flow rate to avoid pump cavitation، هذا الشكل التوضيحي للمثال. عندنا reservoir وعندنا inlet valve وبعدين يجي مضخة. نقرأ لكم المثال. the 11.25 inch ampere option of
تاكو موديل سيريس سنترفيوجل بوم فيجر 14-15. هذا الفيجر 14-15 هو ذكرته بالمحاضرة السابقة، وهذه أيضا المضخة هي نفسها بالنسبة للمصنع تاكو. وعطيناكم الكيرف مالتها، لا بأس نشوفها هسه. هذا الكيرف، هذه المصنع اسمه تاكو والموديل ايضا، وهي الكيرفات مالته اعتمادا على الاختلاف بالتصاريف. هنا الفلو، هذه فلو ان جالون بير مينيت، وهنا عندنا الهيت، هذا الهيت زين، وهذا ال required MPSH، هذا الكيرف اللي قلت لكم يعطينا اياه المصنع للمضخة. نرجع هسه الى محاضرتنا زين. هذا الكيرف موجود عندنا المفروض is used to pump water at 25 centigrade degrees from a reservoir، يستخدم لضخ ماء درجة حرارة 25 درجة from a reservoir whose surface is 4 feet above the center line of the pump inlet. الضغط هنا الموجود الأربع قدم ارتفاع الريزرفوار عن المركز لمضخة. The piping system from the reservoir to the pump consists of 10 feet of cast iron pipe with an ID of 4 inches internal diameter ID، يعني an internal diameter 4 inch and in average inlet roughness height of 0.02 inches. هذه خشونة السطح، خشونة السطح الداخلي للأنابيب المعدل مالتها 2% من الإنج. There are several minor losses، عندنا خسائر ثانوية أو صغيرة اللي جاية من الفيتنجز طبعا. A sharp edge inlet KL مالتها تساوينا 0.5. 3 flanged smooth 90 degrees regular elbows، هذه الالبوات العكس كم واحد هنا عندنا، 1 2 3 3 عكس smooth flanged 90 degrees elbows. الكيل مالتهم 0.3 each and the fully open flange globe valve، هذا fully open flange globe valve، هذا الفالف ايضا، والكيل مالته 0. الكيل مالته يساوي لنا 6. estimate the maximum flow volume flow rate in unit of gallon per minute that can be pumped without cavitation. احسب لنا الأعلى تصريف بوحدات الجالون بالدقيقة ممكن ضخه من غير ما يتكون لنا الكافيتيشن. If the water were warmed would this maximum flow rate increases or decreases، إذا سخنا الماء
هذا التصريف راح يزداد لو يقل قبل لا يتكون لنا الـ MPSH. Why? Discuss how you might increase the maximum flow rate while still avoiding cavitation. أيضا ناقش شلون ممكن تزيد التصريف من غير ما يتكون عندك الـ cavitation. راح نشوف هسه الحل. طبعا هذه عندنا النقطتين، النقطة الأولى هي سطح باعتبارها تطبيق معادلة برنولي أو معادلة الضخ اللي أخذناها سابقا. طبعا هنا ما عندنا لا هيد ولا عندنا أيضا شنو توربين بامب ولا توربين، ما عندنا توربينات، فنختصرهم يكون عندنا الناتج طبعا هذا ايضا يزود بيها الحل، لانه القيم او الثوابت للماء هي مثلا عند درجة الحرارة 25 درجة مئوية كثافة الماء تساوي لنا 997 كيلوغرام متر مكعب، واللزوجة مالته ايضا ممكن تعطى، وايضا البي في ضخ البخار ضغط البخار، وعندنا الستاندرد اتموسفير بريشر هنا راح يساوي لنا 101.3 كيلو باسكال. We apply the steady energy equation in head from along the stream line from point 1 at reservoir surface to point 2 at the pump inlet. عندنا من سطح الحر للريزرفوار الى النقطة رقم 2 اللي هي النقطة رقم 2 اللي هي نقطة السحب مالت المضخة. بهاي المعادلة عندنا نختصر مثل ما قلت، ويكون عندنا البرشر انلت ات برشر هيد، ايش قد عندنا الضغط، نريد نحسب ايش قد الضغط على انبوب السحب قبل المضخ، نريد نشوف ايش قد الصافي مالته. نعم. بالنسبه للقريه اللي خسرناها احنا هنا هسه قبل ان يشتغل نريد نحسب الضغط المتكون من غير ان المضخة، من غير ما نشغل المضخة، هذا الستاتيك، هذا الضغط المتكون من ارتفاع الريزرفوار عن المضخة. مو قلنا 4 امتار ترتفع الريزرفوار عن المضخة، هذه الاربع امتار نريد نحسب الصافي مالتها ايش قد يبقى بعد ما يصير عندنا الماينر لوسس. ماينر لوسس جاية منين؟ من العكس قلنا، ومن الفالف، وايضا من الاحتكاك بالانابيب. زين، فاحنا حتى نريد نحسب الضغط الصافي على الانبوب السحب بريشر او بامب انلت بريشر هيد، نريد نحسب هذا نريد نحسبه، نطرح من عنده الخسائر بالاحتكاك، نطبق عليه هذه المعادلة، معادلة الستدي انرجي كويجن. اوكي، يبقى عندنا ال P2 رو جي يساوينا في اتموسفير رو جي زائد الفرق بالإليفيشن ناقص الالفا 2 في 2 جي ناقص HL total. HL total من الماينر لوسز زائد الميجر لوسز. وهنا من المعادلة الثانية، بما انه ال P1 يساوينا الاتموسفير، لانه السطح حر للريزرفوار، فممكن
تكون معادلة الـ MPSH available MPSH يساوي لنا هذه المعادلة وبعد ذلك نرجي نحسب الخسائر بالانبوب السحب هذه معادلة دارسي وزباخ اللي هي هنا معامل الاحتكاك طول الانبوب في قطر الانبوب زائد الماينر لوسز مضروبة في ال V سكوير 2G. هسا نجي نحسب الماينر لوسز سميشن KL نجمعهم يصير عندنا 7.4 ونحسب ايضا الV تجينا منين من الفلوري تقسيم المساحة المقطع العرضي KL KL هي مجموع الماينر لوسز ماينر لوسز مجموعهم نرمز له ب KL اوكي الماينر لوسز جايه من العكس الالبو وجايه من الفالف بهذا المثال شوف هنا عندنا كم عكس 1 2 3 زائد الفالف صار ايش قد عندنا صار عندنا مجموع كل واحد من عندهم الى KL مثلا العكس بالمثال منطينا اياه 0.5 زائد هذه ال 0.5 المن للفلنج زين وين شارب ايج انلت هذه الكي ال الاولى هذه من هنا مدخل الريزرفوار مدخل الانبوب شارب انلت كي ال مالته 0.5 بعدين عندنا ثلاثه عكس يعني ايش قد 0.3 في ثلاثة لأنهم عددهم ثلاثة وبعدين عندنا أيضا الفالف شفتوا هذا الفالف هذا الكي ال مال تشقيت ستة فنجمعهم ذولي يصير عندنا المجموع مالتهم سبعة بعد ذلك نريد نحسب حتى نطبق المعادلة هذه نريد نحسب الفي منين نحسبها من التصريف مقسوم على مساحة المقطع العرضي للأنبوب زين هذه التصريف تقسيم مساحة المقطع العرضي يكون عندنا الناتج السرعة هي 3.11 متر بالثانية ولحساب ال F احنا يمكن ان نعتمد على المودي تشارت زين او نعتمد على تشولبروك equation زين ممكن نعتمد على المودي تشارت سقط القيم مالت الرينولد نمبر والرفنس رفنس فاكتور هذا زين ممكن تستخدم تشولبروك equation تتذكرونها او ممكن تستخدمون المودي تشارت لحساب الاف انزين بعد ذلك نحسب تطبيق مباشر ما عندنا اي مشكلة فيكون الـ MPSH الناتج مالته يساوي لنا 23 قدم يعني الحسابات مالتنا بالمتر بعدين نحولها الناتج للقدم انزين هو المطلوب قدم 23 قدم قبل ان يتكون عندنا السكشن او الكافيتيشن هنا نشوف المناقشه the required net او ال NPSH is obtained from figure 14-15 هذا الشكل 14-15 At our example flow rate of
400 gallon per minute. NPSH required is above 4 feet. Since the actual NPSH is much higher than this, we need not worry about cavitation at this flow rate. احنا حسبنا الفلو ريت للام بي اس اتش 23، حسبنا وسقطناها على الكيرف هذا، حسبنا ال 23 هذه 23، شوفوا هاي هذه 20، هذه 25، 23 هذه. فإذا سقطها على هذا المحور السيني راح يكون عندنا تقريبا بال 400 جالون بير مينت، 400 جالون بير مينت. زين، نجي نشوف احنا شنو حسبنا او شنو كان عندنا التصريف، ايش قد كان عندنا التصريف. التصريف من يتذكر؟ هذا التصريف مالتنا 400 جالون بير مينت، هذا خلينا زين. فما عندنا مشكلة لأنه ما راح تتكون الكابيتيشن في هذا المقدار من التصريف. طبعا ممكن نعيد الحسابات ونزيد التصريف عن 400 ونشوف إذا تتكون أكثر من قراءة، راح نسوي مثلا 400 600 800 وهكذا. هذا المخطط هو أيضا يوضح هنا هاي 400، هذا المخطط يوضح لنا مقدار الفرق بالـ NPSH باختلاف درجة الحرارة، باختلاف درجة الحرارة. نشوف هنا بالـ 25 هذا المقدار، وبالـ 60 هذا المقدار أقل من عنده. فكل ما زادت درجة الحرارة كل ما احتمال تكون الكافيتيشن يزداد، يعني انخفاض مقدار ضغط البخار للماء بسبب انخفاض ضغط البخار للماء. فإذا شفنا مثلا هذا عند 25، إذا عند 25 وعندنا الضغط مثلا هنا سقطنا، يكون عندنا 600 ممكن هو الماكسيمم فلو ريت 600 بالنسبة ل 25، ولكن إذا زدنا درجة الحرارة الفلو راح ينخفض أقل بمقدار جد درجة الحرارة. هنا نشوف هذا الكيرف، 600 هنا راح تكون الكمية تكون أقل، كمية الفلو ريت أقل، هذا المستوى وهذه كمية الفلو ريت هنا راح تكون أقل بال 550. فأكو تأثير لاختلاف درجة الحرارة. تفضل. هم الطلاب اصلا متاخرين، احنا راح نخلص المحاضره الطلاب بعدهم ماكو. ها اوكي اوكي. فهسه نجي على الشق الاخر بالسؤال. Finally, how can we increase the maximum flow rate? نزيد
maximum flow rate. Any modification that increases the available MPSH helps. We can raise the height of the reservoir surface. حتى نتلافى تكون الفقاعات الكافيتيشن يمكن زيادة ارتفاع الريزرفوار زيادة الهيد على المضخة على السكشن فما راح يكون عندنا هذه مو كانت بالمثال أربعة قدم إذا سويناها ستة قدم أيضا هذا راح يقلل احتمالية تكون الكافيتيشن زيادة ارتفاع الريزرفوار راح يسبب لنا زيادة في الهيدروستاتيك هيد وراح يقلل لنا أيضا من قللنا من احتمال تكون الكافيتيشن. الشيء الآخر we can reroute piping so that only one elbow necessary replace the globe and replace the globe valve with the ball valve. طبعا الفالفات الفيتنج كلها مختلفة بالنسبة للماينر لوسس مالته الكي ال مالته فاحنا بدل ما مخلين هنا أنا هذه الطريقة شوفوا مخلين هنا كم عكس واحد اثنين ثلاثة ممكن نختصرهم هذول يعني كم عكس ممكن نختصر بيها إذا غيرنا شكل الأنبوب إذا خلينا مثلا بهذه الطريقة خليناها شكل وعكس واحد بس غيرنا لو ما غيرنا تلافينا اثنين عكس وأيضا هذا الفالف إذا غيرناه بنوع آخر اللي هو البول هذه الكروي الكي ال مالته أقل بكثير وبعد ذلك راح يقلل لنا خسائر الاحتكاك على الأنبوب وبتقليل خسائر الاحتكاك يكون عندنا تكون الكافيتيشن أقل احتمالا هسه منو يقول لنا شلون نقدر نقلل احتمالية تكون الـ MPSH على أنبوب السحب من خلال شنو قلنا نقطتين النقطة الأولى منو يانا متابع نعم اي تقليل خسائر الاحتكاك احنا يعني بصورة عامة بصورة عامة تقليل خسائر الاحتكاك قد يكون تغيير اي نعم مو بس الفالف يعني انت تقدر تقول بصورة عامة تقليل خسائر الاحتكاك على انبوب السحب اللي هي جاية منين جاية من مثلا من الماينر لوسس والميجر لوسس الماينر لوسس يعني هذه الفيتنج الفيتنجز هذه ممكن نبدلها او نغير المسارات لهذه الانبوب زين وايضا ممكن الانبوب نفسه نختار نوع انبوب السطح مالته اقل خشونه ايضا يساعد في تقليل خسائر الاحتكاك اذا كان السحب من مكان بعيد مثلا المسافة الطويلة اذا مكان مثلا 10 متر نقلل كل ما قل طول انبوب السحب كل ما ايضا يقلل احتمالية تكون الـ MPSH لانه ماكو احتكاك على الانبوب القصير كل ما قصر الانبوب قلت خسائر الاحتكاك زين الفيتنج ممكن نختار اقل احتكاك فيتنجز زين اكو سؤال على هذا الموضوع الـ MPSH واضح هذا الكيرف مهم هو الاصل اللي احنا نشتغل عليه هذا الكيرف اللي من خلاله نعرف الـ Vmax Vmax هو أعلى تصريف ممكن تعمل عليه المضخة قبل أن يتكون الـ Cavitation فيها
والمثال ايضا تطبيق مباشر ما بيفشي المثال. المثال هنا تطبيق مباشر، وهنا احنا طبعا اخترنا ال 400 جالون بير مينت اعتمادا على الكيرف اللي موجود بالمضخة. زين، هسه ننتقل الى موضوع بسيط، موضوع مختصر، هو طريقة ربط المضخات. طريقة ربط المضخات مثل ما تشوفون المضخات ممكن ان تربط بالتوالي او عن طريق التوازي. التوالي يعني مضخة بعد مضخة، شوف هذه مضخة وراها مضخة اخرى، هذه انبوب السحب المضخة الاولى، نربط انبوب الدفع اللي انبوب سحب مضخة ثانية، وهذا يسمونها طريقة ربط التوالي، سيريس. زين، يعني توالي. الطريقة الأخرى هي طريقة ربط التوازي. طريقة ربط التوازي، انبوب السحب لكلا المضختين مربوطات بانبوب سحب واحد، والانبوب الدفع لكلا المضختين مربوطات لانبوب دفع واحد. كل واحدة من هذه الطرق لها مميزاتها وأسبابها هسه راح نشوف. طبعا بالربط للتوالي التصريف نفسه، التصريف الداخل بهاي المضخة نفسه راح يسوي لنا التصريف الداخل في الخارج من المضخة الثانية. الفرق هو الضغط. هاي الطريقة نقدر من خلالها نحصل على ضغط، لأنه الضغط هنا إذا كان مثلا 1 متر أو العفو فد مثلا 30 متر هيد، هنا بعد المضخة الثانية راح يكون عندنا إذا كان هذه المضخة مثلا 5 متر راح يكون عندنا المجموع مالتهم الهيد 15 متر. زين، في حين التصريف نفسه يبقى ما يتغير. ربط التوازي يختلف، ربط التوازي التصريف هنا يكون مجموع تصريف المضختين، التصريف مجموع المضختين، والهيد الهيد هو حاصل نفس الهيد، لأنه هنا الضغط، شوف هنا الضغط راح يكون عندنا نفس ضغط المضختين. زين، اقرا لكم النص. When faced with a need to increase volume flow rate or pressure rise at a small amount, you might consider adding a smaller pump or series of parallel with original pump. اذا تريد تزيد التصريف او تزيد الضغط يمكن أن تضيف مضخة أخرى لمساعدة تحقيق هذا الهدف. Series or parallel arrangement is acceptable for small applications. Some applications. Okay. Arranging dissimilar pump is series or in series or in parallel may lead to problems, especially if one pump is much greater than the other. طبعا التطبيق هذا اذا ردنا نزيد التصريف او ردنا زيادة الضغط يكون الفرق بين المضختين فرق بسيط مو عالي، مو فرق كبير. مثلا نجيب مضخة كبيرة جدا ونضع معها مضخة صغيرة، هنا راح يسبب لنا مشاكل. الفرق يجب ان يكون النسبة بيناتهم نسبة معقولة. The better cost for suction and increasing the original pump speed input power. كلها لازم ناخذ بنظر الاعتبار الزيادة بالسرعة او الـ input power لكل المضخات larger ولل small. زين، كل
كل هذه ممكن the logic for the decision this decision can be seen from the pump performance curve realizing that pressure rise and volume flow rate are related كل الضغط اللي نزيده والتصريف لهم علاقة مع بعض arranging dissimilar pump is in series may create problems because the flow rate the volume flow rate through each pump must be the same عندما نضع الديسيميلر بامب هذه المضخة الصغيرة على التوالي على التوالي سيريس ممكن يسبب لنا مشكلة بسبب الفرق بالفوليوم فلو ريت هنا نشوف هنا الفلو ريت لهذه المضخة كبيرة الفلو ريت مالتها لازم نصغرها حتى ندخل هذه المضخة الصغيرة فيكون عندنا مشكلة في التصريف انا اعتقد انه حتى في كمية التصريف صح قلنا احنا هي نفسها بس لازم يصير عندنا خسارة بالاحتكاك عندما تدخل المضخة الصغيرة والمضخات ايضا هذه الصغيرة والكبيرة لانها ايضا تختلف بالاقطار راح يكون عندنا فرق بالضغط ايضا ويكون عندنا يسبب مشاكل احنا نعم حسب الحالة كل واحدة من عندهم حسب الحالة التصريف هنا مثل ما قلت التصريف نفسه بس الضغط يختلف زيادة في الضغط زيادة بسيطة في الضغط زيادة في الضغط بالنسبة للتوالي هذا الفرق زين هنا بالتوالي احنا نحتاج تصريف اكثر احنا هنا بالتوازي معتمدين على زيادة بالتصريف زين خلينا مضختين هنا بالحالة الاولى نريد زيادة بالضغط هذا الفرق بيناتهم ماكو احسن واسوأ زين حسب التطبيق حسب الابليكيشن فالcombine net head for pump in series عندنا مضخات مربوطة على التوالي الهيد مالتهم هو المجموع الهيد مالتهم مجموع المضخات مجموع الهيد لكل مضخة زين فإذا كان عندنا ثلاث مضخات راح يصير عندنا الهيد 1 زائد هيد 2 زائد الهيد 3 زين وهذه الطريقة هي المعتمدة في البايبلاين إذا تعرفون مثلا الخط الاستراتيجي اللي يضخ النفط من الحقول الشمالية إلى البصرة هذا الخط النقل الاستراتيجي النفط الخام بعدة محطات لزيادة أو التغلب على خسائر الاحتكاك بسبب طول المسافة فهذه محطات الضخ محطات الإعادة للضخ هذه كلها تعمل على نفس المبدأ انه الهيد كل ما صار مسافة بعيدة كل ما يصير عندنا خسارة بالاحتكاك فحتى نتغلب على خسارة الاحتكاك نخلي محطة ضخ طبعا واحد يسأل يقول ليش ما من البداية نسوي لنا فد محطة ضخ كبيرة ونخليها من البداية تضخ من كركوك الى البصرة توصل لنا هاي المضخة طبعا هذا في شيء مستحيل ما ممكن تحقيقه لانه الهيد المطلوب بهذه الحالة هيد كبير جدا ما ممكن الانابيب تتحمله ولذلك يجب ان يكون عندنا محطات للضخ وهذه ايضا اذا شفنا الهيد لمضخات مربوطة على التوالي هذه الشكلة
وهذه نجي إلى المضخات اللي موجودة بنفس الطريقة بالنسبة للمضخات اللي مربوطة على التوازي. المضخات المربوطة على التوازي التصريف مالتهم يساوي لنا مجموع التصريف لكل مضخة. إذا كان عندنا ثلاث مضخات يكون عندنا ال V.1 زائد V.2 زائد V.3. عندنا ثلاث مضخات يكون عندنا مجموع مضخات اللي مربوطة على التوازي. وهذا الشكل يوضح ان المضخات المربوطة على التوازي التصريف مالتهم يكون مجموع. فاذا كانوا كل مضخة مثلا المضخة رقم واحد التصريف مالتها هالكثر، هذا الكيرف من مضخة رقم اثنين والكيرف من مضخة رقم ثلاثة، فنشوف مجموعهم هو راح يصير عندنا هذا الكيرف اللي هو combined يعني مجموع. هذا فد شكل توضيحي في محطات الضخ لمضخات مربوطة على التوازي، مربوطة على التوازي حتى نزيد كمية التصريف. طبعا محطات التحلية، محطات التصفية يحتاجون كمية تصريف كبيرة، ولذلك يستخدمون أكثر من مضخة مربوطة على التوازي. هذه بصورة مبسطة طريقة ربط المضخات بصورة مبسطة، ما أعتقد بيها فد مشكلة، احنا أخذناها بصورة مبسطة من باب العلم بالشيء زين، لأنه هو المقرر أخذته، ويجب أن تعرفون هذه الطريق، وإن كان للأسف ما ممكن أو ما أخذتوها كتجربة، أخذتوها كتجربة بالمختبر طريقة ربط المضخات، ما أخذتوها أوكي، بس من باب العلم أنه تعرفون أكو طريقة ربط توازي وتوالي. أكو فشي لازم يعني أنوه عليه، هو طريقة تفاعلكم قليلة، ما أشوف عندكم تفاعل بالمحاضرة، ويجب أن يكون عندكم يعني تفاعل أكبر. يعني أنا أشوف عدد قليل من الطلبة يتفاعلون، وهو القصد بالموضوع. نعم تفضل. ليش؟ ليش؟ هو شلون يجي اشعار؟ شلون يجي اشعار؟ انت عندك وقت معين من 8:30 يوم الثلاثاء لغاية 10:30. الاسبوع وين هذا الاشعار؟ وين يجي الاشعار؟ منين؟ بالكلاس. اوكي. ماك. بسيطة. سهل. هو المحاضرة اللي فاتت شنو اللي صار؟ المحاضرة اللي فاتت كانت بعد العيد مو صحيح؟ نعم. هي صارت محاضرة لو ما صارت؟ ما صارت محاضرة. ما صار بث صحيح، لأنه ما كنت. هو اصلا لانه ما لا، هو كان انا اتذكر ماكو كان انترنت. سهل بسيطه، بس هو مبدئيا احنا هذا موعدنا يعني 10 من 8:30 ل 10:30 يوم الثلاثاء الصبح. واكو بعد شغله، انا اريد اعرف الممثل، وين الممثل؟ عندكم ممثل؟ تقريبا
ها لا مو تقريبا اريده فعلا، هو الرسمي منه مو صارت انسحابات وكذا، ها انا صادق. صادق. اي انا صادق. اوكي هسه انت مبدئيا راح انت ممكن تتصل بي، يعني خالد نعم. ممكن تتصل بي مثلا حتى اعرف انا مثلا شنو الظروف. يعني هسه انا همينه يعني هذا فد شيء لازم اقوله، يعني هو الممثل يعني مثلا ينقل مثلا او يشوف مثلا شنو بقيه الطلبه شنو عندهم استفسارات او في شيء. زين أكيد ماكو مشكله، انا اعطيك رقمي. اوكي اوكي تاخذ رقمي، وحتى لو بالواتساب تدز رساله ماكو مشكله ان شاء الله بسيطه. زين اليوم اكو سؤال بصوره عامه على المحاضر؟ اذا ماكو سؤال ننهي محاضرتنا اليوم، وان شاء الله انا خالد راح ارسل لك رقم ان شاء الله على الكلاس رساله. اوكي بس هذا الرقم بي يعني ما لل يعني رجاء ما يعني يكون، لانه تعرفون انتم هو التواصل مع الممثل، اي يعني مع الممثل، وانت بدورك اكيد عندكم جروب وتتواصلون مع بعض. زين انا ما عندي مشكله اتواصل وياك، بس البقيه للاسف اذا زاد العدد راح يصير مشاكل ويقولون شو ما تجاوبني، لان اذا عدد كبير ما راح اقدر يعني. زين لا اكيد ان شاء الله ان شاء الله. خالد جمال اوكي ان شاء الله، بس ذكرني انت بالكلاس خاف انسى ادز لك رقم. تمام ان شاء الله ان شاء الله. اوكي اذا ماكو سؤال احنا نختم محاضرتنا، وايضا اكد على مساله اساسيه هو التفاعل والحضور، لانه ما جاي اشوف تفاعل، وانا يعني بقيه الدروس اكثر كان تفاعل، بس انتم المرحله الثانيه شفت تفاعلكم قليل، يعني المرحله الثالثه اكثر. اوكي شكرا جزيلا. شكرا دكتور.